ملاحظ أنه الأنبياء في العهد القديم حتى لما تنبأوا عن مدن وعن ممالك وعن إمبراطوريات، كل هذه النبوات حدثت وتمت يعني بالتدقيق، مش تخمين ولا تكهن ولا إن شاء الله أنه يصير أو لا، يعني بتكلموا صحيح. في نبوات دقيقة، يعني مش مجرد أي كلام عشوائي صحيح. لكن واضح، وهذه النبوات تمت. شو رأيك؟ يعني مثلا إشعياء تكلم عن خراب بابل، مع أن بابل في أيام إشعياء كانت لسه لم تبرز كقوة عظمى، كانت القوة العظمى في ذلك الوقت أشور. تكلم إشعياء مش بس عن ظهور وبروز بابل، لكن عن دمارها النهائي. حاول صدام حسين إعادة بناء بابل، فشل، وإحنا عارفين القصة بتاعته، فلا داعي لأن أخوض فيها. لكن اللي عايز أقول أن كلام النبي يتحقق. تكلم عن كورش الفارسي، تكلم عن السبي البابلي هياخده من أولادك وهياخده كل اللي شافوه في بيتك يا حزقية. إذن النبي الحقيقي، فارس جت بعد بابل، وفارس جت بعد بابل صحيح، وتكلم عن كورش الفارسي اللي هو بعد بابل. إذن كلمات النبوات مش كلام حي الله. يعني ممكن أقول إن هتشتي في اسكندرية في شهر نوفمبر، ما عادة بتشتي في نوفمبر، ده مش نبوة. لكن لو قلت إن هتشتي في اليوم الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا وسيكون المطر غزيرا، عندئذ يبقى لنبوتي قيمة ومعنى. هذا ما فعله أنبياء العهد القديم. طبعا مش واحد بقول لست ولد ولا بنت، يعني بالضبط 50-50 اللي راح يكون بالضبط.